وعضو الحركة محمد فالح القحص العنزي، والمحامي عادل فهد العتيبي، والعضو مجلس الإدارة اللي هو يوسف جفران العازم. أهدافه يعني كنا يعني شفنا يعني أغلب وأحمد الحركات اللي قاعد تشوفها حركة مع المعارضة قلبا وقالبا، وفي المقابل الثاني حركة ضد مع الحكومة قلبا وقالبا. يعني في أحد الحركات يعني شنو ما تعمل الحكومة سواء أنجزت أو لم تنجز قاعد نشوفها معارض من أجل المعارضة. في المقابل نجد يعني ما نقول أبواق السلطة أو المتنفذين من السلطة مع الحكومة قلبا وقالبا. يعني احنا لما أغلب الناس يسأل الحين يقول المجلس السم الحالي هل هو مؤدي لطموح المواطن الكويتي؟ فأغلب الناس لو تسأل يقول لك دون الطموح، وما قاعد نشوف شيء ملموس للمواطن الكويتي، وانت أدرى أبو أحمد في الموضوع. هذه الشغلة. الشغلة الثانية أنه يعني امتزجت يعني هذه الحركة جميع أطياف المجتمع الكويتي. حلو. وتأسست تقريبا قبل شهر ونص، كان عددنا ما يقارب من 100 إلى 150. فضل الله عز وجل ازداد العدد تقريبا، يعني عدد ما يحضرني يعني تقريبا من 200 ل 250 تقريبا. ما شاء الله. الحمد لله. يعني هي تقريبا يعني ثقلها بالخامسة، وفي يعني عدد يعني مو بالعدد الكبير يعني بالثالث. يقول تكوين ثقل شبابي يحمل فكر إصلاحي معتدل. معتدل، نعم مثل ما تفضلت. حلو. معتدل، ولا يعني أختلف مع الحكومة ما أقعد أجرح في الحكومة، أختلف مع المعارضة هم ما أقعد أجرح في المعارضة. مسار أرينا يعني الشيء الصحيح نقول له نحط ايدنا بيدك والساعة مباركة، إذا شفنا شيء خطأ نصدع بكلمة الحق ولا نخاف الله لومة لائم. نقول شيء جميل.